واسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدينا متابعينا الكرام تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فاستبقوا الخيرات، سائلين الله تعالى أن يجعلها حلقة وأمسية عامرة بالخيرات والبركات وتنفيس الكروبات والهموم لإخواننا وأخواتنا. في مطلع اللقاء وبدايته أرحب بضيوف هذا العدد. يحضر معنا فضيلة الأستاذ والإمام بلال سويسي، فحياكم الله أستاذ بلال، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ واشم، مرحبا، جزاك الله خيرا وشكرا على الاستضافة. وعن الحماية المدنية يحضر معنا الملازم الأول يوسف عبدات، حياكم الله سيد الملازم. تحية لك سيدي وتحية لكل مشاهدين الكرام. مستشار البرنامج دكتور موسى قوادر، حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالضيوف تبعنا. ونرحب الأخ حسين بوزيدي، أهلا وسهلا بك. بك وأهلا، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. وفيكم وبارك الله. أيها الأحباب الكرام، نتذاكر اليوم قاعدة أدبية منهجية لا تزال عليها أخلاق المؤمن حتى يلقى الله عز وجل، وهي أدب جليل وأمر كريم أوصى به النبي عليه الصلاة والتسليم في قوله عليه الصلاة والسلام لجابر ابن سليم الهجمي: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، فرب عمل صغرته الأعين كان سببا لرضا الرحمن والفوز بالجنان. مع هذه الوصية النبوية عدم احتقار المعروف مهما كان صغيرا. نعم، شكرا أخي باشم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن الإنسان دائما ما يسعى في إيصال الخير للغير، وذي أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالأعمال أقسام، أعمال وعبادات لا يتعدى نفعها الإنسان كالعبادات، وعبادات وأعمال يتعدى نفعها الغير، من أعظمها نشر العلم والخير بين الناس، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذه هي الأعمال الخيرية والبرنامج من أجلها يفتح الأبواب لها. يفتح الأبواب لنفع الناس، فنفع الناس يسعى الإنسان إليه، ولا يحقر من الأعمال ولا من المعروف شيئا. نعم، ولو كان ذلك الذي يتصدق به صغيرة في أعين الناس. أحيانا لا يحقر، ربما يستحي. نعم، بمعروفه. نعم، سنأتي إليها. وكذلك الذي يعطى هذا الشيء له أسوة وسلوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلها ولا يردها، تواضعا وتطييبا لخاطر ذلك المنفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت في تمام الحديث إلى كراع لقبلت. فهذا أقل ما يقال في الصدقة أو في الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين يقبله، فمن باب أولى أن يقبله غيره ممن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشواط. أولا، القاعدة على الإنسان إذا أراد أن ينفق وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال أن ينفق من أحب الأعمال إليه ومن أحب الأشياء إلى قلبه، وهذه درجات الإنفاق، هذه الدرجة العليا، أن ينفق الإنسان أحب الأشياء عنده. يا قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هنا الجنة، وعبر عنه بالبر لأنه سبب من أسباب دخول الجنة. فلما نزلت هذه الآية كما يروي ذلك سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو طلحة، فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وبيرحاء هذه كما شرحها أنس رضي الله عنه وأرضاه أنها حديقة
مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لها من الموقع الاستراتيجي ما لها مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من التمر وفيها غير حديقة، وزيادة على هذا فيها ماء يستعذب، وفي المدينة الماء يستعذب في ذلك الوقت شحيح معروف، قصة من يشتري بئر روما وله الجنة، ففيها ماء يستعذب، وزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يدخل إليها فيشرب من ذلك الماء. نعم. فقال طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال هي صدقة لله أبتغي برها، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. فتمام الحديث، فالإنسان يحاول أن ينفق مما يحب، وهذا أدب من الآداب، لا يقصد الإنسان الشيء الرديء الذي لا يصلح أو قد لا يستعمله الناس، قد يعافه الناس إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل ولا تيمموا، التيمم في اللغة والقصد يعني ولا تقصدوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث هنا ضد الطيب، يعني هو الذي لا يحتاجه الناس هو الخبيث، لن تنالوا ولا تيمموا الخبيث حتى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني بآخذ ذلك الخبيث لو أعطي لكم وأنفق عليكم ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني على مضض. فالإنسان القاعدة أعلى مرتبة أن تنفق مما تحب، ولكن قد ينفق الإنسان بعض الأشياء فهو في غنى عنها، ولكن لغيره قد تكون من الضروريات. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو قال العلماء هو القدر الزائد عن الحاجة، فينفق الإنسان بعض الأشياء التي هي بالنسبة إليه قد تكون كماليات أو قد لا يستعملها، ولكن في بعض لبعض الناس وبعض الفقراء، وهذا تختلف باختلاف المكان، قد تكون من ضروريات الحياة، فالإنسان ينفق ولو بالشيء القليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في موطأ الإمام مالك أنه دخل عليها مسكين يسأل الصدقة، وكانت عندها حبات عنب، حبة عنب فقط، عنقود عنب نقول مثلا، فأشارت إلى من كان معها خادم، قالت له اعطه حبة، تخيلوا حبة عنب، فكأنه نظر إليها وتعجب، قالت أتعجب، كم فيها من مثقال ذرة، يعني كم فيها من ذرة، والله عز وجل قال وهي من أعظم الآيات في عمل الخير وفي عدم احتقار الخير، في عدم احتقار ما تنفق ولا فيما تأخذ، قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يراه عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، لما سئل عن الحمر يعني ما أنزل الله عز وجل، قال لا أجد فيها إلا الآية الجامعة الفاذة، وقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالإنسان لا يحقر شيئا. وقد يكون لنا للحديث هذا بقية إن شاء الله بإذن الله. شكرا أستاذ بلال، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. إذن نذكر كذلك مشاهدينا متابعينا الكرام بحملة الوعد المفعول التي أطلقتها جمعية البركة للعمل الخيري والإغاثي والإنساني عبر مكاتبها المتواجدة عبر 58 ولاية، حملة الوعد المفعول لإخواننا وأبنائنا بقطاع غزة، تشمل جمع التبرعات إن شاء الله وتقديم المساعدات العينية لهم. جمعية البركة تقوم ب أو لها 5 مراكز من الإيواء، تقدم وجبتين من الغذاء يوميا يعني بالمئات لأبناء القطاع، لها مستشفيات ميدانية للعلاج النفساني وكذلك شتى الأمور اللي ممكن إخواننا وأخواتنا يقوموا ب التبرع والمساهمة إن شاء الله في حملة الوعد المفعول لأبناء القطاع. ومازال أبناء القطاع يعانون القصف الهمجي لأكثر من 60 يوم الذي أتى على الأخضر واليابس. دكتور قوادر، هذه الحملة إن شاء الله حملة الوعد المفعول، هي هذه الحملة، هذه احنا رانا نشاهدوا كل التضحيات اللي راه يضحي بها الشعب الفلسطيني وغزة يعني صفات خاصة، والحملة هذه تاع الوعد المفعول للتذكير فقط، فإنها جمعية جزائرية
متواجدة في غزة، الوحيدة هي الوحيدة كما قلت، الجمعية الجزائرية الوحيدة المتواجدة في غزة، وعندهم نشاط كبير في إعانة الإخوة، سواء من جانب الأغذية ومن جانب الإيواء ومن جانب العلاج، ومن جانب العلاج كما تفضل الأخ صالح النفسي ولا العلاج يعني الطبي. وهي على كل حال جمعية نشيطة كثير ومتواجدة عندنا هنا في الجزائر عبر 58 ولاية اللي رام يجمعوا في التبرعات، وعلى كل حال رام يقوموا بنشاط كبير. وحتى في الأخير استهدفت مرتين في القصف هذا، وارتقى منهم شهداء، حتى يعني أعضاء من الجمعية يعني استشهدوا، ولكن الجمعية ما زالت تنشط وما زالت تقدم في المساعدات، ولهذا نحثوا باش نعاونوا هذه الجمعية هذه الناس اللي كل في كل الولايات اللي يقدروا يتصلوا بالجمعيات اللي عندها اتصال مع جمعية البركة لإعانة إخواننا في غزة. بارك الله فيك، شكرا دكتور قوادر. إذا نستهل الأعمال الخيرية إن شاء الله في هذه الحلقة، إن شاء الله بإطلالة مبشرة إن شاء الله نتلقى اتصال ومكالمة والدة نور الإيمان زنيمي اللي تعرفتم عليها من خلال حلقات هذا البرنامج عبر نداءات متكررة، والحمد لله رب العالمين قد تم تلبية النداء. معنا الوالدة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ لاباس الحمد لله، وانتم معكم لا؟ الحمد لله. وبنيتك واش راهي؟ والله الحمد لله لاباس، انا فرحاني اليوم. الله يبارك ما شاء الله. نعم، كنت متحيرة وكنت خايفة وكنت يعني كنت متحيرة. الحمد لله الحمد لله مادامكم نتوما معايا واقفين نتوما اللي وجاتوا النداء تاعي المحسنين وكانوا لباو النداء، يعطيهم الصحة، نشكرهم من هذا المنبر بفضل الله. الآن استجمعتوا مبلغ 310 مليون سنتيم. جمعنا المبلغ، جمعنا المبلغ 300. ما شاء الله. مازالت هذيك الأخت تاع فاريز بعثت لي المبلغ، شنو مازال ما وصلش، غير وصلت لما تولي 300 سواسوا. الآن تبدأوا إن شاء الله تباشروا الإجراءات والخطوات العملية إن شاء الله. حددتوا الموعد ولا مازال؟ كيفاش؟ حددتوا الموعد ولا مازال؟ مازال ما بديتش، مازال اليوم وين اليوم وين كملت المبلغ سما اليوم وين عرفته وقلت لكم. سما غير نبدأ إن شاء الله، من غدوة نبدأ إن شاء الله. يعني اليوم اليوم تم المبلغ إن شاء الله. اليوم تم المبلغ إن شاء الله. اليوم تم المبلغ، هذه فضل من الله، الحمد لله الحمد لله. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شنو قلت لك المبلغ لي وصل باش نبدا الاجراءات ان شاء الله. ان شاء الله ال 20 تاع السيده هذيك تاع فارس ان شاء الله مادام التزمنا. يا خويا قالت لي برك كي تكوني على المباشر دعي لي وقولي لهم تم الحضور كاع يدعوا لي الوالديه يترحموا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمهم، ربي يرحمهم وينفعهم بهذه الصدقه ان شاء الله تصلوا اليهم. ربي يوفقك ان شاء الله، وتجي انت ونور الايمان بعد تمام العمليه ان شاء الله في الاستوديو ان شاء الله، ونسال الله التوفيق كذلك لاخواننا اللي مازالوا العمليات القادمه. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله، نتمنى لهم هما ثاني قاعد يديروا الفرحه ان شاء الله. بارك الله فيك، برك العمليات اللي بعد العمليه. نعم، العلاجات اللي بعد العمليه من اورتوفونيا وكذا. نعم، المتابعات اللي بعد العمليه. طيب بلال، النبرة تتغير سبحان الله. نعم، نعم الحمد لله. انت حضرت معنا؟ أنا في المقام. نعم حضرت. أنا البرنامج دائما ما أقول فيه ما يفرح وفيه ما يحزن لما يرى الإنسان إخوانه يعانون. وما يعانونه يعني في صمت أو في غير صمت يحزن، ولكن لما يرى من يعين ويرى الفرحة على قلوب الأمهات والأبناء هذا يجدد فيه الفرح. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من أنفق، وجزى الله خيرا هذه الأخت باريس. نسأل الله عز وجل أن يرحم والديها وتكون يعني صدقة جارية، هذه من الصدقات الجارية، لأن هذه السماعة راح تبقى يعني تبقى عينها وراح تقرأ بها وتسمع بها وما شاء الله. فجزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم، يعني الحصة بهم إن شاء الله يا رب. جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. آمين يا رب العالمين، هذا يفرح. طيب نمر إلى ركن الموالي في البرنامج، أنت القدوة. قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
طيب مشاهدينا متابعينا الكرام في ركن القدوة لهذا العدد يسرنا ويسعدنا ونرحب مرة ثانية بالملازم الأول يوسف عبدات. مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد الملازم. طيب في بداية هذا العام في تحديدا في 6 فبراير من عام 2023 كانت هناك كارثة وقعت لإخواننا في تركيا وسوريا، زلزال عنيف يعد من بين الزلازل المدمرة الكبيرة التي عرفتها البشرية، هلك فيها أكثر من 50,000 نسمة في ليلة واحدة. زلزال ضرب في تركيا والآخر بعده يعني مباشرة في سوريا. كانت هناك أعداد كبيرة من الأموات، خسائر كبيرة جدا جدا. الحماية المدنية الجزائرية كانت يعني سباقة واقفة في إغاثة المنكوبين وإغاثة أيضا اللي ممكن بقاو أحياء بعد هذا الزلزال العنيف. تعرف معكم سيد يوسف عبدات أنت وإخوانك وزملائك في هذا العمل الإغاثي اللي قمتم به، كنتم أنتم من بين الناس اللي مشيتوا إلى هناك. أكيد تحية لكم وتحية لجميع مشاهدينا الكرام. بالنسبة للزلزال الذي ضرب تركيا وامتد تأثيره إلى غاية دولة سوريا، الحماية المدنية الجزائرية وعندها الشارة الدولية اللي كسبتها سنة 2017 هي تدخل في أي دولة من أجل تقديم المساعدة في حالة الكوارث، وعدنا فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية للفوج الثقيل له شارة دولية المتواجد على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وفيه المناجمنت تاعو فيه فرقة تتابع جميع الكوارث على المستوى العالمي. يعني كي يكون هناك منصة رقمية يعملوا فيها، كي تكون كاينة كارثة مباشرة تسجل الفريق أنك قادر تقدم المساعدة وتنتظر القبول من طرف الدولة اللي تكون تعرضت للكارثة. وبعد الأمر من السلطات العليا للبلاد بتدخل في دولة تركيا وسوريا، مباشرة قوموا بعملية تحضير الفريقين من أجل التدخل سواء في تركيا أو في سوريا، والحمد لله كان عندنا فرقة دخلت. فريق هذا اللي عنده الشارة 86 عنصر دخلوا في دولة تركيا و86 عنصر دخلوا في دولة سوريا. بالنسبة للفريق اللي دخل في تركيا له شارة دولية، واللي دخلوا في اللي دخل في تركيا عنده شارة دولية، والفريقين اللي دخلوا في سوريا من ولايتين. يعني لازم تكون هذه الشارة الدولية. الشارة الدولية لأنه هناك طريقة معمول بها، طريقة كيفاش راح تدخل وكيفاش راح تتدخل، أنه الدولة الأولى اللي توصل الدولة المنكوبة هي اللي راح تقيم المركز القيادة، بعدين تستقبل الدول اللي تجي تقدم الإغاثة، ويكون تنسيق بين مختلف الدول تحت هيئة الإنزاراق، هي الهيئة الاستشارية الدولية أو المنظمة العالمية للحماية المدنية اللي راح تقوم عندها طريقة خاصة في طريقة العمل باش تكون العمل منظم وطريقة الإنقاذ تكون سليمة. بالنسبة للفريقين اللي توجهوا لدولة سوريا، الحماية المدنية الجزائرية بصدد تكوين فريقين، عندنا الفريق الثقيل هذا عنده شارة دولية، وعندنا فريقين لميزار هذا فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية الفوج المتوسط، عندنا فريقين في صدد تكوين بولاية المدية ولاية البويرة، هما اللي مشاو لدولة سوريا، وأنا كنت واحد من العناصر اللي مشات لدولة سوريا. بالنسبة لسوريا كنا أول من دخل سوريا هو الجزائر بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، هما اللي قالوا الفريقين هما اللي داوهم لسوريا وكذلك تركيا. العملية تاع الإنقاذ نتكلم مثلا بعد أيام فقط أصبح الفريق الجزائري حديث العام والخاص. نعم. سواء هنا في الجزائر ونحظينا بثقة كبيرة من طرف سواء السلطات في البلاد وحتى في المواطنين وكذلك حتى في المنصات العالمية، كيف لا واشنطن بوست الأمريكية تتكلم وتقول أنه في خلال دقائق يصبح الجزائريون أبطال في دولة تركيا، وذلك ما جاش هكذا فقط ولكن بعد عمليات الإنقاذ، وين الفريق في تركيا قام بانتشال 96 ضحية متوفية و13 ضحية على قيد الحياة، وكاين ضحية اللي بعد 7 أيام انتشلوها على قيد الحياة، وفي سوريا كان العدد 35 واحد متوفي و34 واحد على قيد الحياة و34 واحد متوفي، نظرا لطبيعة البنايات اللي بتواجدها في سوريا لأنهم يسكنوا في القبو، يسكنوا تحت
تحت البنايات نظرا لطبيعة اللي كانوا فيها عايشين والحرب هذا من جهة. بالنسبة للفريق مباشرة مع يكون هناك زلزال مثلا كان على الساعة 4 صباحا تقوم بإعلان حالة طوارئ في الحماية المدنية الجزائرية تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية هو اللي يمد الأوامر. الآن راح لهنا يبدأوا التحضيرات لعملية التدخل. نعم. كيفاش راح يكونوا كيفاش يلتحقوا كل شيء مدروس بالتدقيق كيفاش راح يلتحقوا الأعوان بالثكنات تاعهم كيفاش يتم تحضير العتاد كيفاش يمشوا كل هذا يحضروه ويكونوا عندنا مناورات كثيرة نقوم بها من أجل الاستعداد لمثل هكذا حوادث. والجزائر لا يخفاكم عندها خبرة طويلة. نعم. مشهود بها في الكوارث. عندنا الإغاثة في العمل الإغاثي مشينا لعدة دول. نعم. في الإغاثات وحتى في الجزائر في حد ذاتها واجهنا عدة كوارث مثلا زلزال أصنام زلزال بومرداس فيضانات باب الواد حرائق الغابات كل سنة. هذا مكسب الحماية المدنية الجزائرية خبرة كبيرة مشهود لها عالميا في عمليات التدخل. نعم. طيب نسألك يعني الشيء اللي دفعك أنك تنتمي إلى جهاز الحماية المدنية في شخصكم يوسف عبدات؟ نعم. بالنسبة للحماية المدنية كم من سنة التحقت بها؟ يعني سنة 2010 التحقت بصفوف الحماية المدنية بعد ما أكملت الدراسة والواجب العسكري الواجب الوطني. التحقت بصفوف الحماية المدنية وين تكونت في المدرسة الوطنية للحماية المدنية بصفة ملازم. بعدها التحقت بالولاية البويرة وين عملت سنوات في التدخلات إلى غاية سنة 2019 في التدخل. بعد 2019 إلى يومنا هذا في مجال الإعلام ما شاء الله. مكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة. طيب أيضا في ليبيا في كارثة الفيضانات كان لكم تدخل، الأخ يوسف مشال ثم ولا لا؟ مشيت كذلك إلى درنا. درنا في نعم. ليبيا وين نفس الشيء بعد ما كانت كارثة لمست دولة ليبيا مشال الفريق الجزائري قام بالتحضيرات اللازمة كيفاش راح يتدخل وتنقلنا إلى دولة ليبيا. وكان كان عندنا العمل في ليبيا على فوجين وكنا درنا الفوج الأول والفوج الثاني ومن القلائل فقط لدولة تقبل يكون عندك فوجين اللي يتداولوا على عملية التدخل. هنا الفريق هذا اللي يتدخل في الكوارث فيه مهيكل جيدا. نعم. وفيه كثير من التخصصات التعداد وعتاد في عتاد خاص وتعداد كذلك بالنسبة للعتاد اللي ندخلوا به في الزلازل يختلف عن يختلف. نعم. العتاد عندنا أجهزة لتكشف عن الضحايا تحت الأنقاض مثل فيبراسكوب أجهزة تلتقط الأصوات من تحت الأنقاض. نعم. كذلك عندنا فرق مكونة مثلا فرق لوجستيكية هذه اللي تقوم بالعتاد كذلك الفرق الخاصة بالأمن. عندنا مهندسين معماريين مثلا في الزلازل عند التدخل في الزلازل هناك مهندس معماري هو اللي يقوم بعمليات الاستطلاع من أجل التأكد أنه حتى يدخلوا الأعوان تكون السلامة. نعم. عليهم دائما يحرص على سلامة وأمن المتدخلين. كذلك الضباط المختصين في الأخطار الإشعاعية لأنه في الزلازل هناك عدة أشياء اللي ما تقدر تجهلها. نعم. تعرفش الأماكن تاعها. هنا ضباط خاصين في خطر الإشعاعية بالإضافة إلى ذلك عندنا الفرق السينوتقنية للكلاب المدربة وهذا اختصاص جد مهم. وإن كان عندنا في البداية فرقة على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل الآن عندنا 309 مدرب بالكلب تاعو على المستوى الوطني موزعين على 26 ولاية. والحاجة الإيجابية أنه هذه الكلاب الإنتاج تاعها محلي والتدريب تاعها محلي يعني 100% جزائري. هذه فرقة متواجدة مع في 26 ولاية تتدخل في عمليات البحث في الزلازل. طيب في الفيضانات. طيب هذه العمليات لقات تجاوب كبير من أبناء الشعب خاصة على منصات التواصل فيسبوك تويتر كان يعني المتفاعلين ينشرون لكم صور في العمل الإغاثي يعني كيف كنتم تتلقوا ذلك الدعم من أبناء بلدكم؟ أكيد شيء يفرح وشيء يدول أنك تفتخر أنك تنتمي لهذا القطاع وتفتخر أنك جزائري. نتكلم على سوريا في الأوائل ما كانش عندنا أصداء ما يحدث في الجزائر والضجة الإعلامية اللي أحدثها تدخل فريق الحماية المدنية في تركيا وفي سوريا. بعدين بدينا نتلقاو أخبار وبعض. نعم. الأصداء في الجزائر ذلك يدعو لي الفخر وراح يزيد يخليك تبذل مجهودات أقصى في عمليات التدخل.
الفرق هذه المكونة في التدخل في الخارج أو حتى في الجزائر منظمة وتعمل بنظام، يعني الفرق حتى تدخل تحاكي توصل للدولة لتكون منكوبة مباشرة ينقسم الفريق إلى قسمين، فريق يروح يعد المخيمات اللي راح يتقيم فيها الفريق، وفريقين راح يقوم بعملية التدخل مباشرة. هنا حتى المؤونة كي تروح منها تدي المؤونة تاعك اللي تكفيك لمدة 10 أيام، يعني الأوتونومي ما نحتاجوش دولة، ما نكونوش عبء على الدولة اللي راح نقدموا لها المساعدة، يعني تكون استقلالية تامة من أكل الشراب وحتى المبيت. نعم. والعمل يكون 24 ساعة على 24 ساعة بدون توقف بنظام الأفواج، نخدمه فوج مع فوج. كذلك عندنا فرقة مختصة اللي هي فرق البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، هذا اختصاص من الاختصاصات في الحماية المدنية. نعم. واللي كان كذلك انطلق سنة 2006، والعدد الآن راه عندنا 548 عنصر موزعين على 24 ولاية. نعم بارك الله فيك. طيب نختم. نعم هذا أكيد. هذا الابن اللي دخل الآن ضياء الدين ساعد اللي هو يحتاج زراعة القوقعة، طيب نشوف له يعني اضطراب مألوف هذا لدى الابن بين قوسين. نعم. يشرح المعاناة اللي راهي تعانيها العائلة. دكتور عندك سؤال؟ أنا مع السيد نقدر نقول زميلي مولفين تلاقاو. بالتأكيد يكون فيه ضحايا من الحماية المدنية، سواء في هذه الفيضانات ولا في عملية الإنقاذ ولا في عملية مكافحة الحرائق، يعني الهزات الارتدادية. نعم الهزات الارتدادية. نعم. يعني سبب العضو نتاع الحماية المدنية يعني يضحي بنفسه في خاطر هذا الشيء هذا. ثانيا السؤال الثاني اللي حبيت نطرح، هل كاين فرقة ولا فرق نتاع حماية مدنية يعني أعضاء متطوعين كما في بعض البلدان؟ بالنسبة للجزائر الفرق النظامية فقط اللي ينتموا لسلك الحماية المدنية، وكذلك ذكرت أنه حتى في الفرق هذه فيها فرق طبية وممرضين داخل هذا الفريق اللي يتدخل في عمليات الإغاثة والإنقاذ. أما بالنسبة للإصابات أو الحوادث اللي تلقاوها ممكن أعوان الحماية المدنية أثناء التدخلات، الحمد لله عندنا بنسبة قليلة يكونوا عندك إصابات، ولأنه عندنا تكلمت لك على العناصر اللي تقوم تتكفل بالجانب الأمني لتدخل أعوان، لأنه حتى قبل التدخل يشرف ضابط الأمن هذا ومهندس المعماري يدخلوا للمنطقة يقوم بعملية استطلاع من أجل تأمين المكان، بعدين تتدخل الأعوان. وكان ثقة كبيرة بين متدخلين واللي راح وهذا الضابط اللي يسمح لهم بتدخل، كان ثقة كبيرة واحترافيه اللي تخليك تكسب هذه التجربة في عملية التدخل. والإصابات الحمد لله ما عدناش الإصابات اللي تعرضوا لها أعوان الحماية المدنية سواء في تركيا أو في سوريا وحتى في درنا ليبيا. طيب بلال سؤالك باختصار. حتى باختصار أستاذ عبيدات سمحني، لا شك أن لكم تدخلات كثيرة، تدخلات في بعض الأشياء حدثت في الجزائر وكلنا نتذكرها، وتدخلات في الخارج في سوريا في ليبيا إلى غيرها من الأماكن. كيف شعور الأستاذ عبيدات في تدخله في بعض مثلا زلازل أو غيرها أو حرائق في الجزائر وخارج الجزائر؟ هل فيه مشاهد بقاتلة علقة في ذلك؟ مش غير المشاهد، يعني كيف. نعم. كيف يوسف عبيدات كحماية مدنية وتتدخل مثلا في زلزال أو في حريق أو غيرها في الجزائر، يعني كيف هي نفسيته وفي غير الجزائر؟ بالنسبة للعمل في حد ذاته أداء الواجب تاعك راح يكون على أجهه كم الوجه 100%، لأنه راح تقوم بعملية إنقاذ وانت أمام روح بشرية. احنا دائما نمشي ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، الآية 32 من سورة المائدة، كذلك كتبنا على بني إسرائيل أنا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا الشعار تاع كل رجال الحماية المدنية، لأنك تتعامل مع روح بشرية في الإنقاذ، أو لأنك تقوم بعملية إخماد في حريق الغابات راك تنقذ في أشخاص وكذلك تنقذ في غطاء نباتي. حتى طيب أخي يوسف، هل حصل لك أنك أنقذت شخص يعني مباشرة لك يعني كحادث شخصي؟ كثيرا ما نقوم بعمليات الإنقاذ سواء في يعني انتشلت
بالنسبة في العمل مؤخرا في سوريا انتشلنا، شاركت في عدة عمليات إنقاذ مباشرة، لأنه إحنا شيء مكلفين بالإعلام، ولكن دائما يكون عندنا تدخل عمل مباشر. وتدخلات حتى في حرائق الغابات ندخله. أما نجاوب الشيخ الإمام، أما في يكون عندك تدخل في الخارج، أنك الآن تحمل أنك سفير لدولة، أنك تمثل بلادك، يكون العبء أكبر، وتكون عندك هذيك أنك تفتخر أنك تتمثل بلادك في الخارج، وتمثل الجزائر وتحمل علم الجزائر. تذكر في سوريا أنه الأطفال الصغار هداولنا باقات من الورد مع الأعلام الجزائرية، تشوف هذه المشاهد أنك تفتخر أنك جزائري، وتزيد المسؤولية ويزيد العبء، يزيد العبء وتزيد المسؤولية نتاعك في أداء الواجب نتاعك، وأكيد راح يمد لك حافز أكثر في عمليات التدخل. باختصار فقط، ما هي نصيحتك لمن يريد أن ينتمي إلى سلك الحماية المدني، اللي حاب يدخل إلى حماية المدنية؟ إن شاء الله نتمنىها، نتمنى الحماية المدنية، نتمنىها لكل إنسان رها في قلبه، إن شاء الله يحققها ويلتحق بصفوف الحماية المدنية إن شاء الله. شكرا لك الملازم الأول يوسف عبدات على ما قدمت، أنت القدوة وأنت ورفاقك وزملائك إن شاء الله في الحماية المدنية، كتب الله لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح في أعمالكم. شكرا جزيلا. طيب نذكر بالحملة الثانية، حملة شتاء دافئ، حملة اللي أطلقتها قناة القرآن الكريم عبر برنامج فاستبقوا الخيرات، وهذا الموسم إن شاء الله مع أول محطة كانت هي ولاية الواد إن شاء الله تبارك وتعالى، زملاء مشاو للواد إن شاء الله، وربما اللقاء القادم المقبل إن شاء الله نعرض صور حملة شتاء دافئ. الولاية القادمة إن شاء الله هي ولاية سعيدة، اللي راح تكون إن شاء الله جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بالغاية إن شاء الله، هي اللي تقود هذه الحملة إن شاء الله في ولاية سعيدة. الأرقام الهاتفية، الحساب الجاري، أدنى الشاشة للمشاركة إن شاء الله القوية منكم إخواني أخواتي في حملة شتاء دافئ. ونذكر أثر أن أعظم صدقة وأفضلها في الشتاء، ما شاء الله، لماذا؟ لشدة الحاجة إليها. في كلمة أستاذ بلال. نعم شكرا، فكلمة ندعو إخواننا للمساهمة في هذه الحملة الطيبة المباركة شتاء دافئة اللي تنفع كثيرا. نعم الصدقة كما قلتم، الصدقة في سائر السنة ليست كالصدقة في بعض الأيام أو بعض الشهور كشهر رمضان وغيرها من الأيام المباركات، وكذلك الصدقة في الصيف وفي الشتاء أظنها تختلف اختلافا كثيرا، وكلما كان الإنسان في حاجة ماسة إلى تلك الصدقة كلما كانت الصدقة أو الأجر عليها مضاعفا. نعم. فالإنسان يستغل هذه الفرصة ويعين إخوانه ويدخل عليهم السرور إن شاء الله في هذه الحملة المباركة شتاء دافئة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا أستاذ بلال. إلى فاصل ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى. قول الباري فاستبقوا الخيرات طيب الحالة الموجودة معنا في البلاطو حالة الطفل ضياء الدين سعد، واللي معنا خال الطفل حسين بوزيدي. تكلمنا على حالته اللي هو يحتاج إلى زراعة قوقعة. طيب وش حدث لضياء الدين؟ يعني كيفاه بدأت المعاناة تاع ضياء الدين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثانيا أتقدم بالشكر الجزيل للقناة والقائمين على هذه المشروع الخيري ما شاء الله. ونرحب بنفسي وبضيوفي الأعزاء وعلى رأس منعم سيدي والدكتور وزميل الأخ. الحالة الخاصة اللي وقعت لضياء الدين هي حالة منذ الولادة نتاعو. نعم في الأيام الأولى، وفي الأيام اللي بعد ولادته بشهر أو كذا وقعت له واحد الحمى هكذا، ورفضوا الوالد نتاعو للمستشفى بحيث أن بعد الإجراءات الطبية ذيك اتضح عنده كما نقولوا إحنا يا واحد الدكتور يفهموه بصفير. نعم. ما نيش عارف إيش كيس يلقبوه بالتفسير الطبي هذا. تقريبا الحالة تجيب الحالة انتع نور الإيمان. نعم. لأن الطفل زاد يعني يسمع.
نعم ظروف طبيعيه، ولكن داير كل في كل حصاره اللي كنت ناكد على الشيء هذا مكافحه الحمى عند الطفل الصغير. يعني ما تهاونوش فيها. نور الايمان الزنيمي اللي جمعت المبلغ نتاعها زادت تسمع لبس عليها، ومن بعد دارت عمليه، وبعد العمليه كان فيها تعفن وطلعت لها الحمى بزاف. نعم. اللي تاثرت على المخ نتاعها وفقدت السمع، وكي كان صغيره كي فقدت السمع دونك تفقد الكلام. تقريبا نفس الشيء اللي صار له، ولكن الطفل هذا ما دارش عمليه، مرض طلعت الحمى لي كونفيرسيون وتاثر الظهر نتاعو كبل هذا، ومن بعد اتضح باللي راه عنده هذا المرض، وكانت معالجات روتينيه عاديه. نعم. وراك عارف الانسان دائما النوع من الاستهزاء ولا نوع من راك عارف. نعم. الوضعيه نتاع التراخي يعني التراخي. طيب بعد كذا بعد فتره فيعني تضحك راك عارف الوالدين والام. نعم. قمتم الان هذا وضرب بحد الان قمنا المطلوب من بدايه عندنا حوالي 6 شهور ولا قمنا بعمليه تعنيه جمع الاموال في على مستوى بلديه سيدي عامر على كل حال، وفيها بعض الاطراف منا، ولكن قمنا بعمليه وكانت نتائجها يعني لبس بها. قمنا بجمع مبلغ ولا هو وقيل بالضبط 250 مليون من شحال اللي مطلوب من العدد المرة المطلوب هو انهم 310 ملايين تقريبا المصاريف وراك عارف، يعني باقي الان 60 مليون هكذاك 50 60 هكذاك حوالي المصاريف تاعها. اليوم رانا طالبين يعني جينا هنايا نطلبوا يد المساعده لهذا الصبي هذا، وراك عارف بالنسبه للدكتوره ويعرف واش راه تحمل الام نتاعو والاب نتاعو، والناس راه تسمع وراك عارف الوالدين الصبي هذا يفهم كل شيء، المشكل انه يفهم ويتعامل ولكن لا نطق لا تشوف فيه الان ما قدرش يجلس هنا يعني والو ما يتبع. هو على كل حال عنده مع جده علاقه. نعم. يعني الغريب شويه ما، ولكن كي تشوف هذه الحاله انت بيننا ولكن تعذر تماما انه يجلس الابن. ان شاء الله اخواني شاء واخواتي اللي راهم يتابعوا فينا المحسنين والمحسنات شوفوا يعني شوفوا معاناته. نعم معاناته. احنا في ظرف 5 دقائق ولا 10 دقائق ما قدرناش نجيبوه للبلاطو، فما بالك الام ولا الاهل اللي راهم عايشين معاه يعني 24 ساعه على 24 ساعه. زيد المشكل اللي عنده انه حتى ولو كان مثلا يعطوا له نصايح ولا يفهموه ولا ما يسمعش ما يفهمش. نعم. دونك تسمى راه عايش في عالم وحده. على كل حال المبلغ تقريبا رانا كل خطره حوالي 300 مليون، وبما ان يعني جمعوا 250 مليون بقى حاجه قليله. ماذا بينا يعني ما يسرناش كما مع نور الايمان. نعم. نور الايمان طولت بزاف معنا، ان شاء الله بربي الحصه هذه يكون يجمع ان شاء الله 20 دقيقه هذه اللي بقات من عمر الحصه ان شاء الله مبلغ 60 مليون ان شاء الله. نسمع الاخبار المبشره من اخواننا. تحدي كما العاده ان شاء الله. تحدي ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. المبلغ 50 او 60 هكذاك تقريبا. نعم. 55 الله اعلم ما هو انا ما راك. طيب ان شاء الله ان شاء الله من المحسنين يكون ان شاء الله مبلغ زهيد بالنسبه. نسمع ان شاء الله من ابناء عثمان وابناء طلحه وابناء عبد الرحمن بن عوف ان شاء الله. ان شاء الله. هذا الذي عودنا الجزائريون، عودونا البذل والإنفاق والجود دائما، إما أن يكون آنيا في البرنامج وهذا الذي يثلج صدورنا وصدور المحتاج، ومرات قد يتأخر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ودائما ما المؤمن يصبر ويصبر، ولكن دائما ما نحث إخواننا أن يساهموا. هذا أمر هذا لا يحتاج إلى تأخير أكثر، فهذا الطفل يعني راه تاخر. هذا الطبيب هو الذي يذكر هذا. اسمح لي. نعم سيدي برك نقاطع ولا. نعم. الدكتور راه حاضر نظن هذا يعرف المعلومات هذا واش يقولون الاطباء الا اذا كان فات العمر تاع الله تاع 5 سنين هذا. نعم. تكون العمليه شويه يعني صعبه يعني هذا التنبيه اللي راه يعني وهو راه في 5 سنين شهور برك معاه. هذا السبب اللي تقريبا هذا الشيء هذا رانا ناكدوا عليه في كل حصه ما يذكر. لان تقريبا في كل حصه عندنا حاله تاع قوقعه. اسمح لي نعم سيدي قطعك.
باش نبشرك ان شاء الله ما كانش حاله تاع قوقعة اللي دخلت عندنا لهنا وما ما قضتش الامر ان شاء الله يا ربي يكون وان طالت نعم يعني ان شاء الله بمساعده الناس وبمساعده طيب عند الله في تلقي مكالمات الاخوه المحسنين والمحسنات ان شاء الله دائما على ارقام الخدمه 031 39 43 40 031 37 82. طيب نمر الى الحالة الموالية وزميلتنا فايزة العارف في هذا الفتير. قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا رضوان دبدير من مدية بلدية مجبر 16 سنة أختي انضربت هنا في عمري كنت نرى في ليكيب اللي هنا مسوري وبالنيسانس تاعي بكلش انضربت في البالو صرات لي كار اللي هنا في الباسة تاعي راح لي المفصل راح لي الورك راح لي الورك تاعي سبب لي ديكالياج في ظهري عوج لي ظهري وذكرا مدوموندي اللي عملية ذاك 75 مليون درت عملية مقبل مي ما كشغل هكذا ما صدقتش قاعد لي رجل هكذا يا قاصفة على رجل خلفت لي بزاف أمور آثار هكذا بعد العملية عواج لي ظهري درت في 2019 وضاك في 2023 هم خرجوا لي ورقة دوموندي ولي دوفي هكذا قالوا لي 75 مليون نعاودوا نرجعوك تجري كيما كنت. لبس بيه سبت لي ذاك إعاقة 90% وذوك ديكالي لي ظهري صراو لي بزاف صوالح بديت ما نرقدش كي نوض النوض مشي مليح النوض شغل النوض بلينير كان في عمري 16 سنة واليوم راه في عمري 22 سنة راني مزلت نتعذب هكذا ما درت راه يزيد يوميا نهار بعد نهار نهار بعد نهار راه يزيد وراح لي رجلي وراح لي ظهري قوص لي ظهري ظركي وظهري هو اللي قتلني ظهري خليني ننسى رجلي سطر تاع رجلي ضك انا مركب ايه انا مركب بلاك وستا بروش رانا سبعة في الآيلة الله يبارك راكم تشوفوا فيا مضروب انا راني عاطل على الامل والله ماني نخدم راني الدواء تالي والله ما نجيبولو راديوات سكانر كذا راه يدير واحد سبور يدير المهم راه يروح يجي ما على باليش انا والله غير لا اله الا الله محمد رسول الله هذا اخوكم بنكم وراكم تعرفوا عادكم الذريري وتعرفوا راه حاب يعيش طوفوش وحاب يمشي كيما راه الناس تمشي حاب يدير اللي راه في راسو يديره الله يحفظكم يا خاوتي المحسنين هو ذراعي هو ذراعي ما عندي حتى واحد من دونه عندي ربي سبحانه وهو اتكنا عليه في كلس والله قال بركي تشوفي فين يحب الرجع ويمشي اما شويه يشوف الضوء كيما خاوته نيدي انا راني حاب الناس المعنيه المحسنين يعاونوني هذا ما كي يشوفوا فيا ويتكفلوا بحالتي إذا كانت هذه حالة رضوان دبداب من ولاية المدية وكانت في إعداد هذا البتيال زميلة فايزة العارف مع الحالة دكتور موسى. هي حالة رضوان كان عنده حادث رياضي نعم تمثل له في كسر في الورك تاعه والكسر على كل حال في
في الفيمير يعني في العظم تاع 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 الورك داروا له العمليه اللي لازمه، ولكن في الكسر تاع تاع الورك كما احنا بالطب نقولوا البلافون تاع 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 الورك نتاعو تكسر، ولهذا الرجل تاعو طلعت الفوق. ربما العظم درك برا يعني الكسر، ولكن في الورك العظم كي يطلع الفوق راح يدير له راكورسيسمون، راح ينقص الرجل تاعو بالنسبه للرجل الاخر. وكي ينقص اولا كما كان يقول راح ياثر له على العمود الفقري تاعو، يكون فيها اعوجاج لانه دائما يكون ميل على جهه. ثانيا كي يكون دائما ميل على جهه الفقرات نتاعو اللي في الجهه اللي ميل عليها يكون فيها الثقل، دونك تؤدي له الى الام. المشي نتاعو ما يقدرش يمشي لانه محتوم عليه يكون يمشي اعرج، لان الرجل نتاعو وكي رانا شفنا الراكورسيسمون راه كبير، ماشي قال نتاع سنتيمتر واحد ولا 2 سنتيمتر اللي يقدر يدير له اسمها يمسمال ولا صباط اورتوبيدي اللي يقدر يمشي به. لهنا الحاله نتاعو تتطلب عمليه جراحيه باش لاعاده الورك يعاودوا يخدموا له الورك نتاعو افيك اون بروتيز، يعني ورك اصطناعي و الام بي تي اش اللي يديروها له باش يعاود يسترجع اولا الحركه نتاع الورك نتاعو. وكي يهبط الورك ويحكم بلاستو الرجل نتاعو تعاود، على خاطر الرجل ماشي هي اللي نقصت، الرجل طلعت كي تعاود تهبط تولي عاديه. ما راهوش نقص في العظم، وانما العظم راهو تقريبا نورمال، ولكن طلع الفوق ياثر له بزاف سواء على المشي نتاعو ولا حتى في الالام نتاع الظهر والعوجاج نتاع العمود الفقري نتاعو. دونك العمليه هذه ماهيش غاليه بزاف، 70 مليون على كل حال. نشوفوا الطفل تاع 22 سنه جاي لدنيتو، ماذا بنا يعني الناس يعاونوه باش يدير العمليه نتاعو ان شاء الله، ويولي كما كان يقول هو يولي يجري كما بكري ان شاء الله. عبر الحساب الجاري لعائله رضوان دبداب 22 مليون سنتيم، يعني ليس بمبلغ كثير وكبير ان شاء الله. حتى 22 مليون 70 مليون 70 مليون نعم 22 اذا 70 مليون سنتيم عمره 22 عمره 22 70 مليون سنتيم اللي تحتاجها حاله رضوان دبدب. ربي سخر له من اخواننا من ينفس عنه كربته يا رب العالمين. طيب دون اطاله نمر الى الحاله المواليه والزميله سميره سعيدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. والله نعمل لك اليوم فقط عرفت المقصود من عبارة حين يفرغ الكلام من معناه. الكلمات جوفاء، العبارات صماء، والمعاني غائبة، والعجز هو سيد الموقف. بعض الجدران العارية والتصاميم المبعثرة والأغراض التي لا تصلح لأن تكون أثاث بيت. عدم القدرة على توفير ما يطلب منه هي لغة هذا الرجل أحمد بسول من الزاوية عريب ولاية عين الدفلاء. هذا الرجل هزمه الدهر وقهرته الظروف واستنزفت قواه الحاجة، حتى اللغة والكلمات تخلت عنه في وقت هو في أمس الحاجة إليها. هبطنا لكم جيد وشتو كما وضعية عراية غير سيما وحدة تواقي بيبان كراج بلافو ما كان والو راي غير سيما لها كما البريك أحمر وخلاص ما كان والو. والله ما عندي والو. وش حبيت؟ حبيت كما الناس المحسنين يعاونون لك تبربي إن شاء الله بلافو كارلاج ولا حبيت تخدمها؟ ايه حبيت نخدمها. كيفاش راهم عايشين ولادك فيها؟ كيفاش؟ سيمان والله غير الحساسيه، دير لهم الحساسيه والله غير كل يوم كل سمانه ندي اطفال للسبيطار. ديجا واحد ضرب عندي شهر و10 يوم. عندكم تريسيتي الماء والغاز عندكم؟ تريسيتي راني جاي من عند جيره، والماء راني داو لي كونتور، راني بلا كونتور ما خلصتش الماء. راه فيها 5 ملايين تاع الماء ما خلصتش الماء. ناضي ودي الغاز باش طيب؟ الغاز قرعه بالقرعه. القرعه وكيما لاديو تاع الكونتور الدولي والله غير دو اللي عندي عام راني هكاك بلا كونتور، وطلعوا لي فاتوره تجي لي 450 في التلميسه ف
فورفي. وعلى هاد الشيء كذا 450؟ ما خلص في الكونتور الدولي، نحاول الكونتور. نطلب من الناس والمحسنين يعاونونا لكتب ربي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا حالا كالبلافو ما نسعاش بيبي، راكم تشوفوا كارلاش كيف كيف، السبيغه الدوش ما عنديش، دراري مع دراري راني طيحه ونوضه معاهم. ريسينتي ما عنديش كونتور، راني جاي من عند الناس، الناس كاع عندهم كونتورات، راني جاي من عند غاشي. وعلا ما قدرتش بانت ندير كونتور. عندك درا؟ ما كانش باش ندير كونتور، ما قدرتش. امني ما نجي ندير كونتور تحلي مع المرضى، تحلي مع هكذا. الله في مرضى دراري ولا كفاتيه اكرونديستا مين ذاك واحد يديك ب 50000 واحد ما كاش واحد انت خل غاشي. واو كيفاش هات مين ذاك؟ والله غنجي من عند الفرماسي الا كان نجيب، ولا ما كاش ما نجيبش. ايه الا كان نجيب، ولا ما كاش ما نجيبش. ايه ونطلب من الناس يعاونونا لك تبرب ان شاء الله من المحسنين. هذا هو شرح الطلب. اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. طيب كانت هذه حالة أحمد بسول، هذه الحالة الاجتماعية. ومعنا على الخط والهاتف زوجة أحمد بسول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخي كريم. مرحبا، أهلا وسهلا. بخير؟ مليح ويا لاباس الحمد لله. طيب الحمد لله يا أخي. طيب سيدة، تحدثينا أكثر عن الوضعية نتاع يعني نتاع البيت تاعكم ونتاع العائلة ككل. العائلة كل على بالكم باللي أخي الكريم من الحاجة اللي راهي مأثرة فيا بزاف. شغل زوج تاعي الخدمة ما كانش هنا في ولاية عين الدفلة، درت لانونس في الفيسبوك باش يحوس الخدمة، ما كانش والله العظيم ما كانش والو حتى البارح. إيماجين الأب لي أربعة أطفال وعنده المرض البارح باش خدم نهار طواصومين عبالك الفرحة اللي جاته لا إله إلا محمد رسول الله. عندي بالطفلات بليكوش زوج دراري بليكوش والحليب، وعندي الدار تاعي شفتوها كما شفتو رممت شويه ترميم شويه شويه حاشاك من جاني مانيش خدمتها، درت الفوال والبوطاوات وكاع راني حابسه في. طيب ومازال مشكل كريم البارح حتى جاو لي هذه اللي شغل راجل مقلق منها بزاف بزاف شغل ورا وشويه مواسي. نعم. مع الدراري ما كانش البارح جاونا تاع الماء باسكو انا منحي لي كونتور عندهم بزاف اللي نحاول الكونتور وخرجناش شغلنا هذاك التويلو قدامنا ديناش الماء ما كانش من نشربوا ما كانش من نواسل دينا كيما يدوا العباد ما كانش من نخلص. خويا جا من الكونتور قال لي بلي خو سرقين، قلت له ماش سرقين، قلت له كنت مع الدراري عند الحليب البارح تاعو، قلت له الدراري قلت له انا دوك 4 ملايين، قلت له ما عنديش 4 ملايين نديها لك. يعني عداد الماء وعداد الكهرباء هذو في زوج ما كانش الكهرباء دوك الحمد لله كيما ديتولي خلصت الكونتور، درت الكونتور درت وحدي، كان واحد حباب الخير هنا اللي جيراني كانوا دايرين الكونتور من عندهم وخلص كل شهر كل ثلاث شهور كنت دايرته الحمد لله. من بعد درت كونتورين نهار ملي ديتو لي هذوك درام درت كونتور تاع طيب تريسيتي قاعد لي تاع الماء شغل كي خرج لي مع تاع الماء تاع الماء هذا تاع الماء فيه دين تاع 4 ملايين 4 ملايين باش جاني والله البارح واليوم يدوروا هنايا. ومن بعد قال لي ما خافي ربي قال لي كنت تسرقوا، قلت له انا مانيش نسرق، قلت له انا وكان عندي نحطهم. طيب قال يخرج لكم اللوسي كامل. نعم. وداري ما كيما شفتوا راح بيت نصورها هكذا في التليفون نوريها لكم، داري مازال ما كملش حتى. طيب واضح كيما كنتوا شايفين قاعد هكاك. بارك الله فيك سيده، وان شاء الله ياتي ربي بالفرج القريب ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك خويا ان شاء الله. شكرا جزيلا. الملائكه ان شاء الله يا ربي. امين. ودعوا ان شاء الله الزوج تاعي في الخدمه هذاك هو يفتح ربي يفتح عليه ان شاء الله. كما نقول لك هذاك هو الصح. ربي يفتح عليه بعمل ان شاء الله قار ودخل ثابت ان شاء الله. آمين. والله شكرا. والله خويا البارح كي خدم 300000 ايماجين واقل بالك انا 3 سنين من البطاطا للبطاطا يخدم من البطاطا للبطاطا. نعم. والله العظيم غير فرحنا بها. ربي يفرج ان شاء الله سيده كريمه. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك ان شاء الله. مع السلامه. شكرا. طيب اخي بلال. نعم. عدد الماء ويدخل في فضل سقيا الماء. نعم. اكيد يبحث على سقيا الماء. نعم. يبحث عن سقيا الماء والتي نعم. تحدثنا عليها. نعم. في كم من حصه من افضل الصدقات تذهب الامراض الى غيرها. نعم. من وصدقه جاريه وصدقه جاريه. فأنا أدعو إخواني وبالأخص تاع عين دفلة، والحمد لله كان قبل شحن كان كم من واحد في عين دفلة يعني. نعم. بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا البرنامج وفضل المحسنين يعني بناولوا الدار وفي ناولوا الحمد لله ما شاء الله. فكذلك خونا أحمد أول شيء أدعو إخواني تاع عين دفلة والجمعيات الخيرية الناشطة
كثيرة من دون أن نذكر اسم جمعية بعينها. زوروا عم أحمد هذا، روحوا شوفوه، على الأقل طيبوا بخاطره، أقضوا عنه الدين هذا تاع الكونتور الماء، وشوف كاش ما تصرفوا له، المهم طيبوا بخاطره، شوفوا له خدمة، وراجل لبس عنه ما شاء الله خدمة جوستم، نعم خدمة إيه يقدر يخدم على الأقل بيته يحتاج إلى ترمي، يحتاج إلى تلبس، يحتاج إلى كرلاج خاصة مع الدراري صغار وراح بليكوش. تخيل وليدك راه يحبي في هذا البرد وعين دفلة باردة، وهذه المنطقة الزاوية باردة، تخيل وليدك راه يحبي في هذاك في هذيك السيمة هكذاك، أكيد راح يصاب بالأمراض ويصاب بالك باللازم وبالك غيرها. احنا أولادنا الحمد لله راهم ما شاء الله في الدفا وغيرها، ويشبعوا ويشربوا الحليب وغيرها، هذا راه بلا خدمة. يعني البارح قلت لك خدم 300,000 فطار بالفرحة والحمد لله. فأدعو إخواني إلى الالتفات والالتفاتة والالتفاف حول هذه الحالة، عونوا في تعين دفلة بالأخص، الأقربون أولى بالمعروف، وإخواني راهم يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا داخل وخارج الوطن، اللي عودتونا بالخير والجود والكرم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هاي صورة من دون أن تتحدث يعني للزوجة تاعو، يعني زيادة فقط، وإلا الصورة أبلغ أبلغنا أو بلا خدمة وعنده دراري صغار. رانا بالخدمة راه كثير من الناس يخدم وعنده طفل ولا زوج نقولوا والله ما لحقوا، فهذا راه لا خدمة ولا دار مليحة لا غاز ولا تريسيتي مليحة ما شاء الله، كيف تكون حالته؟ هذا ما شهد هذا في القليل، يعني ما عشناش معاه والله اسمانا ولا اسمانتين. فكونوا بقوة في هذه الحالة، أعينوا أخاكم وأروا من الله خيرا. نعم طبيب حبي يحضر كلمة والله هذا مليح برك، يعاونوه يعني بعمل القار ايه؟ والناس اللي كما تذكرنا حتى يديروا له عمليات تطوعيه للناس اللي يبني ولا للصباغين ولا كل واحد يعاون يعني بجهته بالشيء اللي يقدر عليه ان شاء الله يا رب. كلمه ختاميه سيد الملازم، اتينا الى خاتمه اللقاء ان شاء الله. نشكركم على هذا الحصه نعم ومأجورين ان شاء الله يا رب العالمين. سيد حسين اهلا بكم، بارك الله فيكم وان شاء الله الخير دائما يا رب فينا وفي الجزائر وفي امه الجزائر في شعب الجزائر وفي التلاحم هذا ان شاء الله. الشيء اللي نطلبوه من ربي سبحانه عز وجل اخر خاتم الدعاء من دول غزه ان شاء الله يرفع يرفع عليها ان شاء الله يا رب هذا الدعاء، وان شاء الله دائما نبقى متراحمين متعاطفين بعضاتنا بعض. ونشكركم على هذه الاستضافه شكرا جزيلا سي حسين. دكتور قوادر والله ان شاء الله الشيء اللي قدمناه يكون يعني يلقى اذان ساغيه يا رب العالمين، ولا سيما الطفل ولا رضوان والاخ احمد ثاني كيف كيف ان شاء الله. انا نختم حديث ايه في الخير وعلى الخير ان شاء الله. ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في المضمار الذي تكلم بدات به استهليت به كلامك، من تصدق بعدل تمره من كسب طيب. عدل تمره، تمره شحال تساوي؟ نعم. تمره واحده او الكيلو ب 20,000 تمره صافي بالك مش عارف اقل قليلا. نعم. من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا، فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلو حتى تصبح مثل الجمل جبل أحد. او الجبل عفوا، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام. دائما نذكر بحملات البرنامج، حملة الوعد المفعول لأبنائنا في قطاع غزة التي تنظمها جمعية البركة، وحملة شتاء دافئ التي ستكون هذه المرة إن شاء الله في ولاية سعيدة مع جمعية دار السلام لرعاية الأيتام ببلدية الرغاية. شاكر لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات ولأسرة الخدمة جميعا الذين ستظهر أسماءهم بعد قليل إن شاء الله. كل تحية لكم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.